جابت نص مشي هو فارق مكتوب هنا كتابة عادية ثم ماذا نفهم؟ نقوم بعملية سيلكشن ونجعل هذا اللون يشير إلى الخلفية أوكي أوكي فتصبح هنا فيصبح لدي يصبح لدي اللون وكأنه ولكن في حقيقة الأمر هناك كتابة ولو أردنا تحديدها فنجدها هكذا. الآن نذهب إلى تلك هون برضه في أصل اختار أي لون على سبيل المثال هذا اللون الآن عندي أوكي انظر الآن كيف أصبح مثلا ومشي بإمكانك تغيير هذه الخلفية أترك لي ثم سيغير اللون من هنا على كل تغيير أي لون ذهبي على سبيل المثال اوكي اوكي انظر كيف اصبح مشيئا وانا الى ذلك